سيبكم من الغم والهم، خلاص كلمنا كتير. نضحك بقى شوية. واحدة من الفولورز عندي بعتالي لينك لأكاونت، هما تقريبا صفحة بينزلوا أخبار كده عن معرفش عن حاجات يعني، بس هي طبعا من الصفحات المضروبة خالص. فكاتبين إن أنا بني قصر وباخد ملايين الدولارات من الإعلانات، وإن أنا فرشت بيتي كله بلوشي، وإن أنا من أغنى أغنياء اللي على السوشيال ميديا. طبعا يا رب، انتوا فكركم انا زعلانه؟ ده الصيت ولا الغنى؟ يا رب يا رب اللي هم قالوه في الاكونت ده يتحقق. البنات اللي بتسال على التاتو، هو ده الوضع الحالي، هو ده الوضع الحالي، احنا وصلنا لكده. فهو لسه في شادو من هنا ولسه في شادو من هنا، وانتوا شايفين اهو انذر وان. ودي بقى الله، مش عايزه اقول الله يسامحنا، لانه بصراحه